والكابتن علي حسين مدرب لياقة فريق برايتي أيضا يتحدث عن مشوار فريقه في الدور التأهيلي. نتابع. بالبداية أشكر تسليط الأضواء على دور المظالم كما يسمى، والفريق برايتي صار من مدة شهر أنا يعني مشرف على اللياقة البدنية. فريق يضم خيرة لاعبي منطقة كردستان من الأندية اللي شاركت بالممتاز، ولاعبين أصحاب خبرة ولاعبين شباب، مزيج بين الخبرة والشباب. قدرنا هاي الفترة نوظف الفريق ونهيئ للدخول في هاي المنافسات، خصوصا وأن برايتي صار 3 مواسم يصعد على التأهيل وما يحالف الحظ. إن شاء الله عازمين هالمرة بالصعود إلى دور النخبة.